أخيرا مصر، يعني المؤتمر كانوا بيقولوا فيه ان احنا مستنيين تقرير كوبر. وفقا لمعلومات حضرتك، في اي تقرير من كوبر عن اداء اللاعبين اللي عن 3 سنين فاتوا، مش عن المونديال؟ يعني احنا سؤالنا عن المونديال مش الثلاث مظبوط. سنين اللي فاتت. هل في اي تقارير اتقدمت؟ لا، حتى الان لسه لم ما يصدر فيش. تقرير من مستر كوبر، لكن اعتقد لا، اتحاد الكره بيعاني وعنده ازمات كبيره جدا. ويمكن انا شايف زي ما حضرتك قلتي المؤتمر الصحفي اللي عمله اتحاد الكره، واللي انا مش شايفه اصلا ان هو كان مؤتمر صحفي، يعني كان لا فيه يطلق الكثير من عليه الاخطاء الفنيه، بالظبط. وكان فيه يعني يعني اشياء زاد الامور كثيره سوءا كانت من زائدا. المفترض ان لا تظهر. يعني المؤتمر اذا ما كناش كنا جاهزين ليه او مرتبين ليه، كان من الافضل انه لا يظهر، لانه طبعا وسائل اعلاميه مظبوط. كثيره بتنقل المؤتمر. هو ما فيش تقرير عن اداء كوبر نفسه؟ يعني مين اللي هيحاسب كوبر؟ يعني ما فيش اي حقيقي، ما فيش اي تقارير فنيه؟ لا طبعا، هو يعني ما حدش هيحاسب كوبر لان هو عقده اوريدي انتهى، يعني هو عقده انتهى بنهايه كاس العالم، وبالتالي خلاص رحل عن تدريب منتخب مصر، فخلاص يعني ما فيش اي محاسبه ليه. اللي اعتقد عمله دلوقتي عمله في المونديال. الامور بدات بقى في محاسبه اللعيبه، وبدات عمليه البحث بقى عن مدير فني جديد لمنتخب مصر خلال الفتره اللي جايه. مين الاوفر حظا؟ اعتقد اتجاه اتحاد الكره المدرب اجنبي، يعني يمكن مع احترامي لكل المدربين المصريين المتواجدين على الساحه دلوقتي، يعني انا على المستوى الشخصي مش شايف حد ممكن يصلح ان هو يقود منتخب مصر ويكون مدير فني لمنتخب مصر الفتره الجايه. يمكن كل الاسماء، بعض الاسماء طرحت، وتحديدا هم اسمين اللي طرحوا بشكل كبير، كابتن حسام البدري طبعا مدرب الاهلي السابق، وكابتن حسام حسن مدرب فريق المصري. يمكن دول الاسمين الاكثر حظوظا لو لجأوا لمدرب مصري، ولكن انا شايف الاثنين عليهم برضو علامات استفهام كتيره جدا. يعني كابتن حسام البدري اعتقد يمكن رحيله عن النادي الاهلي قبل كده، ورحيله المره دي بصوره برضو غير لائقه، وكان في ازمه مع كابتن محمود الخطيب، ثم اعلن يمكن اول امس ان هو تولى رئاسه نادي بيراميدز، النادي الجديد او نادي الاهرام اللي هو كان نادي الاسيوطي. فاعتقد خلاص هو دخل في كارير تاني، هيبقى رئيس نادي بيراميدز، صعب ان هو يتولى تدريب منتخب مصر. واعتقد كمان حتى شعبيه كابتن حسام البدري وسط الجماهير قلت بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره. النقطه الثانيه كابتن حسام حسن، يمكن كابتن حسام فنيا مدرب مميز جدا وماشي بشكل كويس مع فريق المصري، وان كان برضو ينقصه حته الهدوء بقى، يعني العصبيه الزايده بتاعت كابتن حسام وكابتن ابراهيم بتؤثر عليهم دايما بالسلب داخل الملعب، بتؤثر على مشاكله مع الحكام، مشاكله مع الفرق المنافسه. اعتقد صعب ان هو بالاتيتيود ده ان هو يتولى منصب مدير فني منتخب مصر الفتره الجايه، لان احنا عايزين حد يكون اكثر هدوءا من كده. شكرا جزيلا على التوضيح بالنسبة للمونديال، وبالنسبة أيضا للملف الخاص بإخفاقات المنتخب المصري في مونديال 2018 في روسيا. النقد الرياضي خالد طلعت، شكرا لوجودك معنا. متشكر جدا ليك.